السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة اعرف دينك في كل أنحاء العالم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. النهاردة قصتي تعنو التغيير. في يوم من الأيام كان في قرية جميلة جدا، كل أهلها مشهورين من هم بيربوا الخراف، وكان في 2 شباب مش لاقين اي شغل، فقرروا للاسف ان هم يسرقوا الخراف دي من بعض الناس. لو حد عنده 50 خروف فخروف مش هي لما ينقص مش هيبان، يعني طبعا ده غلط. المهم بالفعل كل يوم يخشوا دار حد من الدور وياخدوا خروف منه، فالناس حست ان الخراف بتنقص عندهم، فقالوا اكيد في حراميه ما بيننا، لازم نعرف مين السارق. واجتمعوا كلهم ان هم في اليوم ده ما يناموش، وكله يراقب دار اللي فيه او الزريبه اللي موجوده فيها الخراف عشان يمسكوا الحرامي. وبالفعل الاثنين الملثمين اللي بيسرقوا القريه دخلوا عند احد الناس وهم فاكرين بقى طبعا ان هم نايمين، فاول ما دخلوا ومسكوا الخروف وطالعين بيه، الراجل واهل القريه اتلموا ومسكوا الاثنين دول، فقرروا ان هم يعملوا امر غريب شويه. طبعا عندنا بحكم الاسلام قطع يد السارق. حد يقول لي طب لما اقطع ايدي مش حرام؟ مش عارف، قطع يد السارق القادر ان هو بيسرق مش عشان جعان، ده بيسرق عشان خاطر هو حابب السرقه وعايز يبقى غني، وعايز يبقى غني حتى لو من الحرام. وفي احد المشاهد التلفزيونيه كان بين اعلامي واحد مرشحين الرئاسه كان بيقول له هو انت لما تترشح للرئاسه هتبقى تقطع ايد السارق؟ فالراجل رد طبعا هو امر رباني، فهو لازم يرد عليه رد يقنعه هو، لانه هو اصلا عارف ان الايه بتقول السارق والسارقه فاقطعه. فقال له بقول لك ايه يا استاذ، لو انت دلوقتي شغال عندي في شركه وانا جبت لك مرتب ما تحلمش بيه، وجبت من مرتب بقى عربيه وفيلا وقعدت معيشك وعمال انططك في المناصب لحد ما توصل لدرجه عاليه، وجيت بعد كده اكتشفت ان انت بتسرقني وان انت حرامي واقمت عليك الحجه عليك انت، عارف؟ قال له ايه؟ دي انت ساعتها تقطع رقبتي. قال له ربنا ارحم بكده، اقطع ايدي بس. فبهت الذي، خلاص كلمه قطمته، انت بتقول اقطع رقبتك، هو ده اللي احنا عايزينه، ان احنا نوصل للناس لعيشه كريمه عشان لو سرق عاقبه، مش ان هو سرق قطع ايديه على طول. سرق ليه؟ سرق ليه؟ المهم جه الراجل دوت لما دخل مسكوا الاثنين دول احكموا عليه حكم انا بالنسبه لي غريب، ولكن هم اجتمعوا على كده ان هم يجيبوا سيخ نار مكتوب عليه حرف السين، والسيخ الثاني مكتوب عليه حرف الخاء سارق الخراف، ويحطوه على جبهتهم الاثنين. طبعا كل حد يشوفهم في القريه يعرف هم دول حراميه الخراف، اهانه ليهم. واحد منهم ما استحملش الاهانه وراح خارج بره القريه. الثاني قال لك لا انا لازم اغير من نفسي ولازم اكون حاجه كبيره ولازم ايه اعدل منظري قدام الناس. اتعرف عنه ان هو ساعي للخير وان هو بيكرم الكبير ويعامل الصغير معامله حسنه وبيساعد الناس، لدرجة ان هو اتعرف بالقرية بالاسم ده ساعي خير. والناس كلها والامر كبرت وكل الناس عمالة تيجي عنده متفية حواليه لانه هو غير نفسه. وفي يوم احد الناس الغريبة دخلوا القرية فلقى راجل كده عمال الناس كلها متلفية حواليه، طب مين ده؟ فسأل صاحب القهوة هو مين دوت؟ قال والله انا مش عارف بس هو راجل محترم. قال له هو ليه مكتوب على جبهته سين خ؟ قال مش عارف انا ايه الموضوع دوت، ولكن تقريبا اختصار كلمه ساعي خير، رغم ان هي كانت مكتوبه سارق خراف، بس لما غير نفسه وغير من اللي بيعمله الناس غيروا لغتهم عنه او غيروا رايهم فيه، ساعي خير بدل سارق خراف. ده يدل ان احنا حتى مهما عملنا معاصي وعملنا ذنوب وعملنا مصايب، ان انت لو غيرت نفسك هتاخد لقب ساعي خير بدل مكترف معاصي او سارق معاصي او 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 او. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. عايز التغيير؟ ابدأ غير نفسك، طور نفسك. انت مثلا عايز تبقى مهندس كبير لازم تسعى لكل حاجة توصلك ان انت مهندس.
عايز تبقى الأحسن في مجالك لازم تسعى وتغير عشان خاطر تطور في نفسك. تطوير الذات وتغيير الذات مهم جدا في حياتنا، مش شرط ان انت تتغير من طاعة لطاعة اعلى وبس. عملك نفسه لو اتطورت فيه بنية ان انت تخدم المجتمع تاخد عليه ثواب. تطوير الذات مهم جدا، يا ريت نغير ما بأنفسنا حتى يغيرنا الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في قصة جديدة من برنامجكم قصص وعبرة. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الحلقة من باب الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وأمنه. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة اعرف دينك.